نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أصحاب التحكيم وزملائي في الدروس، موضوعنا اليوم ماذا قصد العالم بانحطاط المسلمين؟ أيها المسلمون، كانت الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعيش في تفرق وتيه، وتسعى الحروب لأمور تافهة، ولا تعرف المرأة إلا في درجة البهائم، وتؤذى الأطفال والبنات، وتعبد الأحبار والرهبان، وتظلم الضعفاء والأبرياء، ولا تعمل العقول إلا في الشهوات، فكانت تسجد للحجر والشجر، وتنحني للسكان والنار، حتى نجأت الإنسانية إلى الرهبنة التي تخالف الفطرة والعقل. ثم جاء الإسلام وأخرج البشرية من مخالب الظلم والاستبداد ومن مواطن الخلاعة والشهوة ومن تقاليد الوثنية والرهبانية، حتى انتصر الإسلام على الجاهلية وصار النصر حليفه في كل ميدان من ميادين الحياة، وخرج حظ النفس من نفوس المسلمين، وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من غيرهم، وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة، وصاروا في الليل رهبانا وفي النهار قرصانا، لا تجزعهم مصيبة ولا تبطلهم نعمة ولا يشغلهم فقر ولا تلهيهم تجارة ولا وإن المسلمين أصبحوا عصمة للبشرية وبقاية للعالم ودعاة إلى الله وتوأمين بالقسط ولو على أنفسهم، ومعتصمين بالقرآن والسنة في المنشط والنمط. إخوتي في الله، ثم قالت الحاسة الدينية والعاطفة الإنسانية تضمحل في حياة المسلمين، وفصل الدين وحدثت النزاعات في رجال الحكومة، والحكام لم يمثلوا الإسلام تمثيلا صادقا ولا اهتموا بالعلوم العملية المفيدة، وشاعت البدع والخرافات في المجتمع الإسلامي، ولو تحدث على منصة التاريخ الإسلامي عظماء وقلائل يخلصون للأمة الإسلامية ويمثلون الإسلام تمثيلا صادقا، لما دخل المسلمون على القيادة العالمية وتفرقت كلمتهم وسقطت الخلافة العثمانية آخر قلابهم، استولت أوروبا على العالم كله. إن سقوط الحضارات الإسلامية مأساة كبرى ورزية لا تساويها أي رزية، ومصيبة هائلة، وتقلبت فيها الموازين، وتبدلت فيها القيم، وتغيرت فيها المعايير، وتحولت فيها الاتجاهات، فعادت الجاهلية الأولى بالمادية الجامحة، وبهرت الإنسانية ببريقها، وقهرتها بطغيانها، وظهرت عن هذه الجاهلية الاشتراكية والعلمانية والقومية والجمهورية وغيرها من أوتار الحضارات المتهالكة التي استغنت عن التشريع الإلهي، واستغنى الله عنها، والله غني عن العالمين. أيها المسلمون،